كمان حلو يعني انك جيت كده وصيفتني وسط صحابي. حبيبتي انت في اموري ما اقدرش اتاخر عني. طب هقوم انا اقعد مع ناديه شويه عشان ما اسيبهاش لوحدها. اوكي. قلبي نغيت على حلاوتها دي. لولو انت حياتي والله، انت اجدع واحده فيهم، هما زي ما يجوش فرحي. هو من ناحيه ان انا اجدع واحده فيهم فانا طبعا اجدع واحده فيهم، بس حرام ما تظلمهمش. لينا جات لها مكالمه واضطرت تنزل القاهره بسرعه، شكل كده في مشكله كبيره، وربما انت عارفاها رتمها واقع، على ما توصل الفرح هيكون خلص اصلا. طز فيهم اصلا، المهم ان انت معايا. حبيبه قلبي انت، هو سامي اتاخر كده ليه؟ اوعي تكوني ناويه تغيري رايك وتعلقي مز من هنا ولا حاجه. ايه غيرت رايي دي؟ بقى بذمتك بعد كل اللي انا عملته ده ممكن اغير رايي؟ بس انا فرحانه بنفسي والله، حطيت حاجه في دماغي ووصلت لها. ولا الوضع مات؟ عملت كوبري ولا كوبري استني عشان اوصل لسامي. حرام عليك يا شيخ. لا بس انا فخوره بنفسي والله، كنت عايزه حاجه وعملتها. انا كنت عايزه عريس غني مرتاح ويريحني، لقيته. عملت كل حاجه في الدنيا ممكن اعملها عشان اوصل. بذمتك تعرفي. يا ريت. يعني ايه؟ معنى ايه الكلام اللي انا سمعته؟ يعني انت كنت بتشتغليني؟ لا لا والله ما كانتش بتشتغلك، دي ناديه بتحبك حرام عليك. هي بس كده بق بتحب تهفلط باي كلام، يعني بتهجص لوكلوك يعني على الفاضي وعلى المليان وخلاص. فاضي ايه ومليان ايه؟ يعني انت كنت بتخططي وبترسمي انك تتجوزيني علشان انا اغنى منه بس؟ ده انا طلعت غبي قوي. لو انا اللي عمال اسال نفسي، هو الواد ماله؟ مش على بعضه ليه؟ ساب الشغل بتاعه ليه؟ اقول له تعالى ننزل نشتري بدله يقول لي حاضر، وكاني بقول له تعالى نروح ميتم. مبروك عليك عريسك الغني المغفل. احنا خلاص كتبنا كتبنا. استنوا تظلموش. الست اللي انا كتبت عليها كتابي قدامكم دي وبقت مراتي، انا حابب اقول لها كلمه قدامكم برضو. انت طالق يا انسه. ناديه 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 اسعاف بسرعه.